فيما تتكامل الجهود من قبل جميع الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا، يبقى الدور الرئيس ومحور العمل على عاتق الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة في هذه المواجهة التي بدأت قبل أكثر من عام وما زالت مستمرة. عندما يكون الواجب إنسانيا والهدف ساميا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، فإن أبطال الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الصحية المساندة هم جنود الوطن البواسل الذين يذودون عن صحة وسلامة الجميع في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. بكل كفاءة واقتدار يواصلون الليل بالنهار دون كلل أو ملل، متسلحين بالعلم والعزم والأمل، إلى جانب إخوانهم في فريق البحرين الذين يعملون على إنفاذ القرارات ومتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات. صحيح أن الجهود تتكامل بين جميع أعضاء الفريق من الجهات المعنية بالتصدي لفيروس كورونا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة وجميع دول العالم منذ أكثر من عام جراء الجائحة، غير أن رأس الحربة ومحور العمل في هذه المواجهة مع الفيروس وسلالاته المتحورة هم الكوادر الصحية، لما ينطوي على عملهم من مخاطر وما يترتب عليه من نتائج وآثار. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، احنا هني. في قراءة سريعة للإحصاءات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، يتضح حجم الجهود التي بذلت وتبذل من قبل هذه الكوادر، حيث بلغ عدد الفحوصات التي أجريت حتى مساء الجمعة 3,275,677 فحصاً، فيما وصل عدد الحاصلين على التطعيم إلى 312,119 شخصاً. يضاف إلى ذلك من قدمت لهم الرعاية الطبية وتتبع أثر المخالطين ومتابعة الحالات القائمة حتى التعافي وغير ذلك من الإجراءات. فخلف تلك الأرقام جهود كبيرة وعمل دؤوب لأشخاص مدفوعين بحب جم لوطنهم وأخلاص صادق في أداء رسالتهم النبيلة، فتحية إجلال وإكبار وتقدير لهؤلاء البواسل ولتلك الجهود المخلصة في مواجهة الجائحة التي تتطلب عزما متجددا والتزاما مستمرا لا يقبل التهاون.